يوم احتفالي جديد شهدته مدينة حمص وفي لفتة من شباب المدينة، وبمناسبة عيد الميلاد المجيد وقدوم رأس السنة الميلادية، أقام فريق مساحات بيضاء ضمن جمعية بابل المجتمعية التنموية وبالتعاون مع نقطة عكرمة فرع الهلال الأحمر يوما مفتوحا للأطفال من مختلف أحياء المدينة. حبينا نشارككم بأعياد الميلاد وبقدوم رأس سنة جديدة، نقول لهم كل عام وانتم بخير. حبينا نحن نعطيهم من محبة قلوبنا، من مساحتنا البيضاء الموجودة فينا، من الخير اللي جواتنا، مثل ما ندعي كل الناس انها تكون هي فيها. هدف الحفلة انه نرسم بسمة على وجوه الأطفال بظل هاي الظروف، يعني بتوقع أقل شيء فينا نعمله نخلي الأطفال ينبسطوا يفرحوا شوي، خصوصا انه ما عاد عندهم هالفرصة، وخلال هالأعياد خليهم ينبسطوا. حبينا أنه الأطفال كلياتها بهذا العمر هذا اليوم بالذات أنهم يحتفلوا مع بعضهم، يكونوا كلهم موجودين من مختلف مناطق مدينة حمص. هذا اليوم هو فرصة لحتى يعني نزرع البسمة بوجوههم لحتى يكونوا مبسوطين مع بعضهم. تخلل الفعالية أنشطة تفاعلية من مسابقات وأغاني ورقص، بالإضافة إلى تقديم الهدايا للأطفال الذين عبروا عن فرحتهم بالحفل. إن شاء الله السنة الجاية بتكون بلدنا آمنة ومحررة، كل عام وأنتم بخير على سوريا جميعا. عاد على سوريا بالخير وعلى كل الأيتام، وبشكر كل شخص رسم بسمة على وجه كل طفل، وإن شاء الله سوريا بتتحرر هاي السنة من الإرهاب ومن كل ظلم فيها. كل عام وأنتم بخير جميعا، وإن شاء الله السنة الجاية بيجي السلام على سوريا والخير وأطفال سوريا. نتمنى أنه الجيش ينتصر ونحتفل بهالنصر الكبير يا سوريا، وسوريا كل عام وانت بخير. أتمنى أنه جيشنا العربي السوري ينتصر على الإرهاب وسنة جديدة تكون بالمحبة والخير والسلام. إن شاء الله عيد الجاي نكون كلنا في بلدنا آمنين وبسلام، ترجع بلدنا مثل ما كانت وأحسن. إن شاء الله نعاد على الجميع والبلد بخير، وإن شاء الله بتكون السنة الجاي أحلى. أطفال سوريا كانوا وسيبقون فرح سوريا الحقيقي وأملها الواعد بالمستقبل، فبهم تكون الأعياد إلى جانب انتصارات حماة الوطن على كامل الرقعة الجغرافية السورية.